السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنفرا ووركس في خاصية جميلة هنشوفها مع بعض دلوقتي من ديسبلاي. أقدر إن أنا أقول له إن أنا عايز أدي ألوان مثلا للتضاريس اللي موجودة وأدي لخصائص معينة. خلينا نشوف مثلا التضاريس. هاجي هنا بيقول لي هنا هتسميها إيه. طيب هتخليها مثلا من خلال الارتفاع بتاعت الأراضي ولا الاسبكت ولا السلوب، المينيموم قد إيه، الفيوتشر قد ايه، عايز تخلي فيه شفافية ولا تخلي الالوان تبدأ من لون ايه وتنتهي بلون ايه. هو يبدأ يعملها لي بالشكل دوت، تمام. واقدر اعمل واحدة تانية مثلا للسلوب وافعل واحدة فيهم واطفي التانية، مش هينفع الاتنين مع بعض، لازم ايه نتحكم فيه. طيب خلينا نلغي ونشوف بقى فكرة إن أنا أخليها بخاصية معينة. هاجي هنا في الديسبلاي وأقول له فيوتشر، وأجي هنا أدوس على علامة بلس، فبيقول لي أنت عايز تخليها من خلال إيه؟ من خلال البيلدينج، من خلال الكاونتري، من خلال الكلفرت، ريلوي، البايب لاين، الرود. طيب خلينا نشوف المباني. طيب المباني انت عايز تلونه بقى من خلال ايه، البيس كولر ولا الكريشن ديت؟ ممكن مثلا يكونوا اتبنوا على اكتر من مرحله فتخليهم حسب التاريخ، ممكن من خلال النيم، المانوال ستايل. كل دي اختيارات تقدر من خلالها تعتمد على خاصية معينة عشان تدي لون معين. داتا سورس مثلا يعني اللي جاي من الريفت غير اللي جاي من السيف 3D وهكذا. ممكن تبقى جايبه من اركيجا اس، فممكن تقول له مثلا بيس كولر يبدأ يديك الألوان بالشكل دوت، تمام. فدي بيفيد ان انت تبقى عارف العناصر اللي عندك عبارة عن ايه. ممكن تقول لا انا مش عايز لدوت، انا عايزها مثلا للرود، فبيقول لك الرود هتلونه من خلال مثلا الاي دي ولا من خلال الفانكشن او من خلال، ممكن تقول له مثلا الشوارع الرئيسيه لها لون والشوارع الفرعيه لها لون وهكذا. خلينا نعمل واحد كده للطرق، وممكن نقول له مثلا خليها من خلال النيم ونلغي دوت. شاف الطرق نفسها بدأت تاخد ألوان مختلفة. هتلاقي بقى ممكن إن أنت تلون مثلا حسب التراك، حسب الووتر، حسب البايب، فممكن تخلي لون مثلا للمصير الصرف غير لون المية العادية غير الإريجيشن وهكذا. تقدر تعمل خريطة مفهومة لكل العناصر اللي عندك في المشروع.